وضع صعب جدا في قطاع غزة، خاصة بعد الحديث عن يعني نية قوات الاحتلال الإسرائيلي ترحيل سكان مدينة غزة وشمالها إلى المناطق الجنوبية. هذا يضيف من حدة الأزمة ويضيف من الأعباء على المواطنين. وعندما يتحدث جيش الاحتلال بأنه سيوفر ممرات آمنة وابتعدوا عن أماكن الخطر، لا توجد منطقة، كل منطقة في قطاع غزة تعرضت للخطر، وهو يكذب عندما يقول يعني لن نتعرض للمدنيين. ما رأيناه منذ 7 أيام، وصباح هذا اليوم من وصل إلى مجمع ناصر الطبي ورأيناهم بأم العين هم أطفال ونساء وشيوخ وكبار في السن. لم نرى مسلحين ولم نرى يعني قواعد عسكرية جاءت إلى مجمع ناصر الطبي، هم أطفال، والصور واضحة على كل شاشات التلفزة تنقل صور الضحايا المدنيين. إسرائيل يعني على ما يبدو تنفذ لتنفيذ مخطط كبير في قطاع غزة، وتحاول أن تفصل شماله عن جنوبه. لكن السؤال الذي يسأله الناس بعد تنفيذ مخطط ترحيل شمال قطاع غزة ومدينة غزة، أين ماذا سيكون مصير سكان جنوب قطاع غزة؟ يعني حتى الآن يعني المكتب الإعلامي الحكومي، إن كنت تسمعيني، نعم، قال أن هذه يعني أكاذيب، وأن الاحتلال يعمل على تدمير الروح المعنوية والجبهة الداخلية، ودعا الناس إلى عدم الخروج من منازلهم والصمود. لكن يعني يتوخى الحذر الشديد من أماكن القصف، وإذا تعرضت يعني مناطقهم للقصف ينتقلوا إلى منطقة أكثر أمنا. الوضع بشكل عام صعبة وقاسية ومؤلمة، وإذا لم يكن هناك تدخلا عاجلا الآن يعني لم يكن هناك تدخلا عاجلا دوليا وأمميا، قطاع غزة مقبل على مذبحة ستنفذها يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي واضح وعلني وصريح.